السلام عليكم، اهلين فيكم في فلوق جديد. متوجهين للمطار الحين، باقي تقريبا 4 دقائق بينزل ذا الفلوق، اللي هو فلوق رقم 51 معلومات من تخصص الكيمياء الحيوية. بس ينزل ذا الفلوق، متوجهين للمطار الحين. نزلت الشنط كلهم، باقي الشنط بس الصغيرة دي ونمشي. جايين نودع الولمارت، هذا هو. بس والله عندي احساس انه بتتكنسل الرحلة من هالجو، ما اتوقع الطيارة بتطير. بس نقول ان شاء الله بنروح نشوف شو كيف يسحبون العربانه. والله ما ادري اذا طريق ولا اي هذا الطريق. ما تدري في رصيف هنا ما في رصيف، ما تدري في هذا خط الشارع هذا بالحالة، في شارع ثاني هنا، هذا في هذا الشارع هذا. أيوة هذا. طبعا خليفة وخالة طيارتهم اليوم برضه نفسي، بس قبلي بساعة. أنا بقى على الطيارة في ساعتين، هم بقى عليهم ساعة تقريبا. ها سيرة خالد، هذا كنسل طيارة، إن شاء الله طيارتهم يكنسلونها. باقي الحين اصور شنط، ذا شيء مهم بالنسبه لي. ليش؟ لان احيانا تضيع الشنط وبتروح تكلم شركه طيران بيقول لك شكل الشنط وكذا، فصورهم. لو لا قدر الله ضاعت الشنطه وقال لك شكل الشنط، ورهم الصوره على طول. الى الان ما استقبلت البابور، ما فتح البوابه، وبرضه تشوفون هنا سياره التاكوما ما كنسلوها للحين. شوف في الطيران الثاني دلتا ديلي تتأخر. وين؟ اوكي جايكم هنا. خالد والشباب ذيك الجهة نروح لهم. الشباب كذا مرة يقولون يبون يشوفون بنتي، ولا مرة وديتها لهم. بما ان احنا في المطار الحين اوديها لهم. شوف الشباب هناك، شوف بنمر يطالع من بعيد، الدحمي مع قبعة الملون. ما بعد عشان بتقومون افا افا يا الخ. ما شاء الله ما شاء الله، عاد قد وقد وانا الحمد لله ما قعدت ابوها ابدا الخوي، والله قعدت ما حد اخذ. الله نوم نوم. ما تبي الجلوفز ها؟ ايه ما تبي. لا هو القبعه، بس القبعه تصيح على طول. هذا ليه؟ والله ما نومت. كم باقي على الطياره؟ اقل من ساعه. اقل من ساعه، ترى هو كله خطوتين فوق. خطوتين فوق بس اسمه في تكييف. بس اتحول لين اشتريه. عندي طياره وجالس لي اشوف المباراه. ليش فهمت ترى باقي، والله باقي بدري. شو البورد عند الساعه كم؟ 12 و10 ترى. ما بعد يمكن تتاخر يا خوي. يمكن تتاخر ما تركب. 11:50. 11. طيب كم الساعه هنا؟ خلاص باقي 20 دقيقة. يمكن تتأخر تلقي الحين انت. تتحسف قلت لي قاعد معهم. تروح تطلب صدق صدق. يلا قوم قوم نسلم عليك. تدري ان اول مرة نسلم على ابو نمر ولا كله يسلم علينا؟ اول مرة نسلم عليك. اعلم الله اني حاولت. بكم احسبوها؟ والله حاولت اخر شيء قال بزنس. ايه ترى تبوس لو بعد لنا. لا ما عاد جاوبت. لو عاد هناك انتو كم ساعة تصون دمان؟ الساعة 9:49 انا هناك. شو ابو نمر صعد معاهم. انزل ابو نمر، الله يشوفك العسكري ما مشيك بكرة. انتظر رهيب. بتدري لو انه تتأخر وتتكنسل الطيارة؟ لا تتكنسل الطيارة شو يسوي ده؟ يتشمت عليهم؟ لو تتكنسل الطيارة والله هريبا. لا ان شاء الله تتكنسل، ان شاء الله الحين بنلحقهم يا اخي بكرة. احنا لا بس الجو صافي بكرة محطوط، بس درجة الحرارة صار 31 في توقع طيارة تطير 31 تحت الصفر. يلا مع السلامة.
ما يحتاج الخوي تعبني. يلا تأخرت الرحلة. شوف كانت 1:05 الحين صارت 1:30 يعني 25 دقيقة تأخرت. وصلنا التفتيش. يلا نرجع معكم للتفتيش. عدينا التفتيش خلصنا الحين. دخلنا للجيت داخل. طبعا هنا تقريبا 9 بوابات بس في المطار عندنا هو زمان. لا والله ما بتسعة بعد 8. هناك من 1 to 5 ومن هنا من 6 to 8 بس. أبغى أشتري ماي بس يكون دافي الحليب بنتي. هذا. بس عدين الشركة ما أحبها. ما في إلا هي. نروح نشوف خالد شو اللي سواه. تأخرت ولا تكنسلت؟ 20 دقيقة توها واصله. تأخرت؟ تتأخر شوي. تأخر 20 انا بتأخر برضه 25. توها واصله لأن من ساعة ما وصلت. توها واقفة الحين. يونايتد ايه؟ لا يعتبر كبيرة ترى طياراتكم بالنسبة لحق بوزمان. ترى نص وصلت نص وصلت للحين الدعوة. دعوته؟ اي والله نص وصلت. عاد ما ندري الحين المشكلة متى بيحلونها. تأخير. ما ندري شنو الاشي يقول. ترى ما في اتوقع بس الجو شكل الجو بس لما اقول له تعود مفديش دق لي دق لي دق لي والله بتشمت علينا ولا ما يسوى اي والله ما يسوى خله بعد ان شاء الله ان شاء الله زين شوف بيتشمت عليكم وانت تدقون علي حبه حبه لا يتشمت عليكم تدقون علي يقول تعال لنا خلاص كذا صدمه قويه والله ترى يقول يمكن نتقابل في شيكاغو يقول هناك هو بيجي بكره هو المقصد انه نروح ونقعد هناك اذا طلعت من هنا ثاني غصب عندنا هناك انك تاخير 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 بالطير خليفه خالد تقريبا طلعت من تكنسل فكلموهم قالوا لا عندهم كونكشن مطار ثاني الساعه 4 يجون لهم خالد وخليفه الحين صفين ساره هنا زين خلاص ما في تصوير تاخر طيارتكم منين والله ظلمنا ظلموا خالد شفتكم ما حد الجو ايش تسوون ما الله مو بالجو بعين بنمر لازم تنزلها والله مو بالجو استغفر الله ايش تروح معنا والله ودي والله شلون على الشنطه بس اون تايم يلا يلا العب شيء قولهم في اثنين يقول جمعت انا صفه ساره بيزيدون بيزيدونكم فلوس الحمد لله احنا ما تاخرت الحمد لله الى الان ما تاخرت خاف انه هين يقول لك هربان والله مراوح شوف شلون طيارة مراوح عادية كلهم إذا في مكان الله يخليك انت كم قبلي بساعة نركب الطيارة الحين هذا بالشنط قبل نطلع الطيارة نعطيني ننتظر هنا شوفوا مروح الطيارة كيف مروح يرشوا المادة على الطيارة يذوب الثلج لازم نروح الحين للإسجيت للإنترناشنال فلايت في الإسجيت الساعة الحين عندنا 3:35 شوف متى نوصل الجيتس شوف ملابس أطفال هنا إسجيت دي الجهة احنا هين وين وياهي هذا مطار سياتل الله يخلف على مطار بوزمان كله بوابتين
مو محل أطفال هنا. لسقيت تحت. هذي شيء كم هنا؟ هذا الإماراتية 203 بواب إس 16 على الوقت إلى دبي. يلا. الإماراتية الحين تقريبا من سياتل إلى دبي أكثر من 14 ساعة. يعتبر خدناها تقريبا أكثر من 15 دقيقة. البوابة بتفتح باقي تقريبا ربع ساعة بس أدور حمام أكرمكم الله عشان أصلي قبل ما أركب الطيارة. شوفوا كيف الشخص اللي كان جاي مثلا من أمريكا يختبص نومك. أنا إذا وصلت السعودية 3 أيام 4 أيام لازم كل نوم. من الساعة الحين عندنا 4:12 هنا. بركب الطيارة 14 ساعة و15 ساعة. أبوصل دبي 14 ساعة بس، بوصل هناك الساعة 6 أو 7 اليوم الثاني. يعني كنا عدت 24 ساعة كذا خلاص. نومك يختبص، كل شيء يختبص. البوابة تقريبا افتحوها، إن شاء الله لحق أصلي. الحمد لله خلصنا الصلاة للحين. صفين سارة هناك ما بعرف يفتحون بوابة بس واقفين. والله إني جاية كنت أفكر كنا عندنا وقت المطعم هنا، لكن للأسف تأخرت الطيارة من بوزن. خلت تقريبا ساعة تأخير كامل، فمن كذا راحت علينا ساعة هنا. ما ينفعش، لكن في الطيارة بيعطونا تقريبا 3 وجبات. أول ما نركب بيعطونا واحدة، وفي الوسط واحدة، وفي النهاية واحدة، أو أحيانا في الوسط مرتين يعطونا، لأن إحنا في الليل بنوصل وبيطلع النهار علينا وبتغيب مرة ثانية وبنوصل دبي. يعني تقريبا راح ناخذ 24 ساعة 14 ساعة. كيف؟ لا تسألوني كيف. يلا نقوم. ولا أقول لكم خلنا ندرس هذا مشوار. نقوم صفين صار واجد هناك. شوفوا لين يبدأ يمشي بعدين نروح. يلا لازم نروح البوابة الحين بسرعة. شوف كيف ركبنا بنتي كذا. يلا الحين بنركب الطيارة. الحين بركب الطيارة إذا قدرت أوريكم إياها لأنها كبيرة كبيرة. تقريبا رقمها بوينغ 7770 أو 777، المهم إنها فيها 777. هذا الطيارة بنركبها. الرحلة راح تكون 14 ساعة و 11 دقيقة. الحين أوريكم الخريطة كيف. هذا اسم الطيارة. الجو هنا صيف. ما اتوقع في شتاء هنا في دبي. عندي تقريبا ساعة و 25 دقيقة للطيارة الثانية الأخيرة من دبي إلى الدمام. أروح بسرعة إن شاء الله يديني أوقف من البواب وأصلي. خلصنا تفتيش دهنا. B10 هذا من B1 إلى B32 يعني هنا سيدة. B10 هذا B11 هنا، يعني B10 هنا B16.
بي 12 قدام. الحمد لله وصلنا مبكرين السوق الحر هنا. خلنا نوصل من البوابة ولا شيء، بعدين نروح ندور دورة مياه ونصلي. راح علينا يوم 17 ديسمبر تقريبا 4 ساعات. النهار ما شفناه في الطيارة الا 4 ساعات تقريبا. جاي من جهة روسيا من فوق كله ليل تقريبا. يوم نزل في نهاية اليوم دخلنا في النهار تقريبا 3 ساعات، وبعدين دخلنا في الليل. يعني ما اخذنا يوم 17 ديسمبر الا كله ليل. وصلنا لها وطلعت مفتوحة، لازم نخرج يعني تقريبا تحت في دورة مياه. الحمد لله صليت وخلص وفتح البوابة. هذا رايح له. أول ما دخلت الحمام حياكم الله دخل معي علبة ماي، نسيت لأن في أمريكا هناك لازم علبة ماي تمشي بها، الحمامات ما فيهم شطافة. هذه آخر طيارة أركبها. ثلاث اسابيع ليلي، بعد 3 اسابيع نرجع امريكا. اخيرا وصلنا الدمام، الحمد لله على السلامات. الحين الله يعين، بس كيف بسوق السياره من هنا للبيت؟ الحين بدي اجراءات طويله الجوازات، ما اعرف البوسس حقها، بس بخش وبشوفها. بوقف الكاميرا الحين، برجع اصور بعد ما اخلص اجراءات الجوازات، لان بنتي ومعي تذكره مرور والاشياء هذه، فما ادري ايش اللي بيصير. بوقف الكاميرا وبرجع معكم بعد ما اخلص. الحمد لله خلصنا الجوازات، الحين متوجهين نستلم الشنط. طبعا الاجازه دي بتكون فيها شغل كثير. اول شيء لازم اطلع لها جواز سعودي ودخلها في كارت العائلة، وبرضو بطاقة أحوال حقتي بتخلصها، وبطاقة أحوال زوجتي بتخلص، فلازم أجدد كل إجراءاتي. وحساباتي في البنك وقفت، لازم أروح أعطيهم البطاقة الجديدة عشان يرجعون يشبكون حساباتي في البنك. هلا كيف الحال؟ توك واصل بالقطرية؟ لا الإماراتية. الإماراتية كم انت؟ شلون الأخبار؟ الحمد لله. شلونك؟ الاتحاد أنا للأسف. شو سوى؟ الاتحاد أنا ما حجزت لم تأخر. أوكي. ما حتى أنت ما حطيت سنو بنك تنزل، ما حطيت شيء؟ لا والله حطيت. والله حطيت. توك لا يوم 16 ديسمبر. 16 أنا لوك حجزت بوك. لا 16 ماشي. ماشي 16، كيف وصلت يلا يلا. هذا محمد الحافظ، قبل سنتين كان معنا في بوزمن ونقل لمنطقة ثانية. صلى ذكر الأخير كان معي يدرس في المعهد. طبعاً بوقف الفلوق الحين هنا، ففي نهاية السفرة لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع. وقبل ما أقول السلام عليكم، طبعاً راح تشاهدون المقطع هذا يمكن في 15 جانيوري. إذا في 15 جانيوري عرفوا إني رفعته وراجع امريكا. اذا كان بعد جانيوري عرفوا اني انا في امريكا. اذا كان قبل 15 جانيوري عرفوا اني ما بعد اطلع امريكا، لان 15 جانيوري رجعت لامريكا. السلام عليكم. شوف ابو نمر صعد معاهم. انزل ابو نمر، الله يشوفك العسكري ما مشيك بكره. بتدري لو انه تاخر وتتكنسل الطياره؟ لو تتكنسل الطياره شو يسوي ده؟ يتشمت عليهم. تخيل تتكنسل الطياره، شو تسوي لهم؟ والله هريبة. والله ترى يقول يمكن نتقابل في شيكاغو، يقول هناك هو بيجي بكره. هو المقصد انه نروح هناك هناك. اذا طلعت من هنا الطياره الثانيه قصده عندنا هناك. انك تاخير 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 بتطير. ايش بعد الجو ايش تسوون؟ ما الله مو بالجو بعين بنمر. لازم تنزلها. ابو احمد اجل ماشي قبلي. صاري ها؟ كيف وضعك؟ معانا زين. كيف وضعك؟ يوم كامل يوم كامل. ان شاء الله ان شاء الله تطلع قبلي. ان شاء الله ما يركبونك. صوري.
كيف وجهك الحين؟ تطلع قبلي ها؟ تطلع قبلي من بوزبن؟ كسرت اصبعي الله يلعن بيزك والله كسرت كسر؟ يلعن بيزك والله عمرني والله يا ولد يا ولد تطلع قبلي والله يعني قبل على فتحي بالسابق والله يعني بتشمت وبرسل لي بصور الفيديو بقابلهم الاثنين واضحك عليهم ايوه انت تطلع قبلي ها؟ اول شيء السلام عليكم ابو احمد ما بسلام ما بسلم طلع جروب ود بدري عليك راح نلقى جروب فايف جروب خمسه ايه نسوي ابديت اسمع ابجريد الانتظار ضيع اللغه ما شاء الله ما شاء الله